والآن ينضم إلينا دكتور نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أهلا بك دكتور على نشرة أخبار المملكة. إلى أين وصلت المفاوضات بشأن اللقاحات، خاصة فيما يتعلق باللقاح الروسي سبوتنيك في؟ ستي بداية شكرا لكم. استكمالا لدور المؤسسة في موضوع المطاعيم وتسجيل ملفات المطاعيم التي تقدم أصوليا للمؤسسة، تم إجازة الاستخدام الطارئ صباح هذا اليوم للمطعوم الروسي سبوتنيك في، وجاء طبعا هذا الإجازة الطارئة بعد فترة طويلة من دراسة الملفات الفنية المقدمة من قبل الشركة الروسية. استكملنا الدراسة الفنية بالكامل هذا الصباح، وكان هنالك بعض الملفات الناقصة تم تزويدها مساء أمس، واضطرت اللجنة المسؤولة فنيا إلى عقد اجتماعها المتصل عبر تقنيات التواصل طبعا الإلكتروني، وأيضا بشكل فيزيكلي موجودين أيضا في المؤسسة مديرية الدواء إلى حين استكمال هذا الملف صباح هذا اليوم. فاستمرت تقريبا ما ينوف عن 10 ساعات عمل متواصلة إلى أنه تم انتهائنا من هذا الملف صباح هذا اليوم، وبهذا نكمل جميع الملفات التي تم التقدم بها للمؤسسة، وكان مجموعها 6 ملفات بالكامل، وهي مطعوم فايزر الأمريكي والمطعوم الصيني الإماراتي، وأيضا كان هنالك إجازة طارئة لمستحضرين مطاعيم تتبع شركة أسترازينيكا، مصنع أحدهما في كوريا الجنوبية والآخر في الهند، إضافة إلى مطعوم جونسون أند جونسون، واليوم أيضا المطعوم الروسي سبوتنيك في. طيب يعني دكتور نزار، هل تختلف إجراءات التطعيم عفوا لهذا اللقاح عن المطاعيم الأخرى، بمعنى جرعة واحدة أم جرعتين؟ هي جرعتين، لكن كان حقيقة هنالك يعني تكثيف لجهود المؤسسة لغايات التسجيل، نتيجة أنه المطعوم الروسي أشارت الدراسات إلى فعاليته وأيضا مأمونيته، واقتضت الحاجة، ولرفض المخزون الوطني من المطاعيم من أكثر من مصدر، وحفاظا على توفرها وحفاظا منا أيضا على الأمن الدوائي، اقتضت الحاجة تكثيف الجهود في الإسراع في موضوع إجازة الطارئة، وانتهينا منها صباح هذا اليوم. طيب دكتور نزار، الكمية المتوقع أن يتم استلامها من اللقاح الروسي متى أيضا؟ يعني كم الكمية ومتى سيصل اللقاح؟ موضوع التزويد والشراء هي من مهام وزارة الصحة، وهنالك لجنة الآن تفاوض على موضوع الكمية، لكن ستكون كمية وافرة بحيث أنه نحقق من خلالها تطعيم أعداد كبيرة جدا إن شاء الله من المواطنين. طب بخصوص دكتور، تعلم أن هناك سلالات متحورة وجديدة، يعني في العديد من تلك السلالات للفيروس، طيب هذا اللقاح الروسي سبوتنيك في هل يقاوم السلالات الجديدة؟ هل هناك أي دراسات أو معلومات بهذا الخصوص؟ المطاعيم اللي تم تصنيعها من البداية يعني كانت تغطي بشكل واضح الفيروس كورونا، لكن السلالات اللي تم تطورها لاحقا وهي السلالة البريطانية وهنالك السلالة البرازيلية، حتى نجيب بشكل واضح على هذا السؤال، لابد من إعطاء المطعوم ورصد الحس السريري والاستجابة السريرية فيما لو كان هنالك إصابات يعني بعد الإصابة الأولى ورصدها، ومن ثم يعني فحص المصاب والتعرف على نوع الفيروس والطفرة الموجودة، حتى يكون في عندنا إجابة واضحة بأنه هذه المطاعيم تغطي السلالات الجديدة أم لا تغطيها. طب الفترة بحاجة إلى رصد الاستجابة السريرية لاحقا. نعم دكتور، كما تعلم لكل لقاح مدة زمنية تلقي الجرعة الأولى عن الثانية، ماذا يختلف لقاح سبوتنيك في الروسي، المدة التي يحتاجها المريض بين الجرعة الأولى والثانية؟
يعني هنالك تفاوت ما بين المطاعيم وما بين الأشخاص في استجابتهم من ناحية تصنيع الأجسام المضادة. يعني معظم المطاعيم الفترة ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوم. طبعا هنالك العديد من الدراسات اللي بدأت منذ إعطاء المطاعيم، بعض الدراسات تؤكد بأن الفترة الزمنية ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوم، البعض أشار إلى أنه 14 يوم، وأيضا هنالك بعض الدراسات تشير إلى أنه لبعض المطاعيم قد يكون هنالك حاجة إلى جرعة ثالثة حتى يكون هنالك مستوى مقبول من الأجسام المضادة لوقف انتشار أو عدوى فيروس كورونا. طيب دكتور، أي اللقاحات التي تشهد تأخر أو تأخير في إقرارها وما الأسباب وراء ذلك؟ اليوم احنا انهينا جميع الملفات المقدمه للمؤسسه، فلا يوجد لدى المؤسسه العامه للغذاء والدواء اي ملف عالق حتى هذه اللحظه، جميع الملفات التي تم التقدم بها تم الانتهاء من دراستها وتقييمها فنيا، وبناء على ذلك وبناء على تنسيب اللجان المختصه تم اعطاء جميع المطاعيم صفة التسجيل الطارئ والاستخدام المستعجل. بخصوص أسعار الأدوية، هل من أي تغيير عليها دكتور؟ هذا موضوع ثاني. احنا في بشكل عام يعني إن شاء الله يكون في بشكل عام، احنا كل يوم في عندنا مراجعة للأسعار وكل يوم في عندنا تخفيض للأسعار أصناف دوائية مختلفة، لكن الفكرة إنه احنا بنراجع أسعار الأدوية بشكل منتظم، وليس كل ملف يتم مراجعته يتم تخفيض سعر هذا الدواء، هنالك معايير تطبق في أسعار الأدوية، وبناء على هذه المعايير وهذه المصفوفة يكون الناتج تخفيض في أسعار الأدوية. احنا وصلنا لغاية اليوم من يعني تقريبا الفترة الماضية ل 952 صنف دوائي تم تخفيض أسعارها من أصل 7000 صنف مسجل ومسعر لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. نعم، شكرا لك دكتور نزار مهيدات، مدير العام أو المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، شكرا لك.